الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان وكي تضواتني كوبات كمدة من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. باب الزهد بين كسو جري في الدنيا والحث على التقلل منها. أنت أن درسك باللابن حديثك على أدن بي عشر ك أيان ربا وحير كتغ إنان براروشيو ولما يستروا هذا الكحالي لما يستريسا. وأن سومر حديثك إنه صحيح يا سيد الراجحة شواهد دورنا أولي مقاتيال دورة، ومن حديث أبي عصيب مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حديث ابن عباس، ومن حديث أبي أمامة الباهلي شواهد دورك أولي هاي. وحانها في مركة علينا براروشيو حريث بن السائب حديثك حوري أصوى مرفوعة وموصولة. حريث بن السائب عن عمران عفوا عن الحسن البصري عن حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان عن عثمان طريقة ووري وطريقة مركض وكاني نووي ترمدنا في جامع وكاني أصوى مسند ومرفوعة وموصولة. أصوى مركة حريث بن السائب قل لي ساء أيا وري حديثك أصوى مرسلة سيء وريان مبارك بن فضال عن الحسن هشام بن حسان عن الحسن البصري. حريث بن السائب عن الحسن البصري قال الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بوريا سوى مرسلا ووريا سوى مسند وموصول ومتصل ووريا طريق مركة مرسل كأ ابن الأعراب في كتاب الزهد وكوكين، وكذلك البيهقي في شعب الإيمان. بيهقي ذلك يسوى مهيمة هي طريقة المرسل كحريث إنام بررجيان ربي بيها قمرك أصوى مرسلة وريي من طريق الحريث ابن سائب عن الحسن البصري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحول هكذا جاء مرسلة حريث هذا حديث كأصوى مرسل ورينيا وهو مرسل جيد ومرسل وناكسن في هذا المعنى. حديث كان مكي باب كان كهالله إنه شاهد لما تقدم ومقرأ تكعيا طريق هوري موصول كايا متصل كا وحور ربا انو كدادو طريقه دا مرسله دا اي حريث ورينيا اي مده متصله دا حريث ورينيا ويسمى خاتي كعيانو حريث انو حديث كحفظي مرسلا وموصولا متصلا بكتو سيسا جماعه ارسال كورسنا ولو داغي صحابي ميشو كغونا اي واسدنا و شيغي وانا دليل كتو سي حديث كانو حفظي طريقة أسمرك إنام براروجيوان ربي وحاكلون ربي إنام براروجيو سيدو ترمذي مري علماء بدن باكر عضي وحاكم إذا الحاكم باكم إذا حدك صحيح يالي وحاكسي قيم بدن الحافظ ضياء المقدس في المختارة انتو شيء حفاد علي حديثك ودار قندي غير كي أيو قرم مري وتلما حدك إنه صحيح يالي وعلاد زي علاء سنهاين صحة مركا علوين كنتي لا شيء إن لوقع عن سيرو أنا قوم بالله حفاظ رسول بالله أحمد إيو تارقدني إيو ساجي وحي كل علين حديثك وإن حريت أو خلافي قتادو أساك حق بدن لكن وحان وذاده كوس بحلي أما أي هفين أما أي سمركة كبرى روين إن حديثك شواهدنا ليه هاي متابعاتنا ليه هاي أو حريت لغو راعي رفعنت حديثك عن رسول الله وحديثك أوصن أهين من الإسرائيليات ولا من حديث أهل الكتاب أوصن أهين انت انا بررجينا وان ربي ضياء المقدس با كميدا مركا رغ كلي هوشا مرينا وايدين سو تلمامي وها اي دير قوليها حديثك كهله كو اد اوغو وريري معنيه سي خالد كفهمي هاي لك وايدين شيغي حديثك انو كهليو وخي صدخدا حاله كبدن اما دير بني ادم كو ديرات لو عفنيا ماها ولا ولا حسابتمي سؤال با كا ايمانيسا هدو حلال يهينا حساب با كتال هذو حران يهين حساب عذاب بكيال لكن حديثك حقوق فائدي وحي قوت ضروري أما عرضات كو أسطورة يسو أما قرو يبول آد كجل يسو كوليلك إيو قرحة إيو قبوغا إنا لغوها يسنين ولغو حسابين سؤال لا يسن كائمانين معنى سو حديثك كالله يا معنى سنوى معنى حديثه أي أم قراتك عين رواية هشام بن حسان عن الحسن البصري عن رسول الله وحاكو يميت ثلاث لا يحاسب بهن العبد وورع عدوي ثلاث لا يحاسب بهن العبد صدح أدونك لو حساب ما هيو لو قبن ما هيو
ذل خص يستذل به بول ير هوسكي او وهريستو او قرخد يقبو كغلو وكسر يسد بها جوعته وكسرة يسد بها صلبه وثوب يواري به عورته بيهقي وصوصر في الشعب وكذلك عبد الله بن احمد في زوائد الزهد على ابيه بسند صحيح. إذن حديث كاس الرواية لا صحيح كوعد يزيد صد حين أضون له هاي سنة لو حسابين حديث كي أبي عصيب مرفوع هاي موصول كان قد قصه مرتين والسكو حسابة يوحن صد حكاء هين حديثكم مركب معنه وكه الله يوم معنها هاس رواية مبارك من فضائل عن الحسن البصري عن رسول الله وحكيمت ثلاث ليس على ابن آدم فيهن حساب صدح ابن آدم لقوم حسابه طعام يقيم به صلبه قود يباد ودبرك سكتو سيو وبيت يكنه وبيت يكنه عفوا يجري كدفاع او اسكحجيو دباتده قبوغا ايو كليلكا وثوب يواري به عورته يوحي يمرو عروسكو استوره فما فوق ذلك فكله حساب ولفظي روايتي مبارك من فضائع عن الحسن البصري عن رسول الله صدح لا وحي كبدن ديرات حسابا كتال معناها مرك حديثك قوت المامي ومعنى شريعه امهراتي كعيسون وحدبا لا هي وليها مرك حديثك هو منكر معنا وسندا لفعد بيتوبين كوهيان حديثكم وصحيح انت انا برروتش يا رب. وعن عبد الله بن شخير بكسر السين يعني معني سوى منكر وحي كدغنت ان مرك خلط كفا انت حديثك معناها خلط ضم بكفا وعكفا مين صدح لا وحي كبدا وحق ضره يا وحاران بكفا مين صدح له وحي كبدا يقوم عوق يلي ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال بيت يسكنه وثوب يواري عورته وجلف الخبز جلف الخبز نوال آخر وجمع جلفة من روى كبستك قال لم من روى ويلك وكيلا صوشيك صدح له وحان كأهين ابن آدم أوه انتيام أوه له وحق ضر كفامين حق ضي غلط كفامين وحلو جيدا صدح له وحي كبدا كمله حق لو وقع فيه لو حسابين وي من مدتيد ان لو حسابين وحاض مدته ان لو حساب ولو كلا بحساب بكتا لوي لكن صدح لاسي لو حساب ماي روايتك عديه والحديث يفسر بالحديث طرق الحديث كان لا جمعين معني سلم فهمه حديث وحيدا والباب اذا لم تجمع طرقه لم يتبين بابك احاديث كسرتي طرق هذا مركر سكينين ما عدا معناه نفس الشيء ورك هذا أورورين صورة متكاملة كوسو بحميس هذا الهافا مت كل شيء هيا كل هذا يضم حد يسال سو أوروري نعرض الماشة كنا نعرض ذات كتشو ودان ما كاد وراي سطو وحكوسو بحي صورة ده ما يسترن ورك أبوها هافا ضلت تقتل لكن خلاص بتكفى ميسا بركة نكار هذا معنوى الشيء إنه وأنما أنا حديث كطرق سجمعين يشواهد سان إيرين أو نفهمه وأكوسي مشكورنا بألباني بقى كم إذا رجع وش كوف النوبي الحديث معنا خلدا كفى مكدمنا ومنكر يري. وعن عبد الله بن الشخير بكسر السين والشاء المعجمتين عفوا والخاء المعجمتين عبد الله بن الشخير بالورنا يا شين كوا الوصدق يا الشخير خادنا والوصدق ولبا خادي الشين قد دبعي إليهن رضي الله تعالى عنه أنه قال سحبك وحيري أتيت النبي صبرها نؤمن صلى الله عليه وسلم أي نؤمن وهو يقرأ وسوق آخرنا ألهاكم التكاثر وحيد المشغولي وإذن هولي التكاثر فان يحول بطي حيد كم مشغولي ضاعد إلهي عبادي خيرك قال وحول النبي يقول ابن آدم حورنا هي مالي مالي هنتي ذا حوله يقو حوله يقو حبوش يقنا يا سمالي ذهوري أو أدبهوش اسكي إلى أنجرين أنا شيخ تيدي جرين ماذا إسكال أنا ملي هي وان شيخ تا يقولون لكون يرك وحوله هي وأنا إسكال أنا هوشن شقيستي وحوق هي وديد كي حسابها سلا سور ديسا تقيده روحون جرين أنا ملي هي الله له أنا وان شيخ تا وأنا كدم بابا أنت أنا كدم بابا ساسي أورين جرين سوما قرن إيسا طيب يقول ابن آدم حورن هي مالي مالي هنتي ذا يدي حوله هي بورن هي وهل لك مكوء هذه ابن آدم يا ابن آدم إن آدم من مالك أنت ذي حولها تشجانيسو إلا ما أكلت واحد على الفطر فأفنيت آدم يسموه إلا ما أكلت واحد عنتي وفأفنيت آدم إبريسو ضميس
هذا عمتد مصوش مبادقين أو أمسه إلا ما لبست وحاد حرطي وفأبليت آد باليسو أضميسو هن آد كدكتي لكم ما قلنا ما ذهد بالي من نقنية أو لبست أم آد حرطي وحبان كبود وفأبليت آد باليسي بمعنى هن آد كدكتو رمادي ودرداران يسو بدلي انت صدقت هذا او تصدقت اما الله بحضي وحق اخر جيستيو فامضيت اتكسيس الى ما عند الله الى تصادقتي وام الله بدا وحد ادو علفتي يو ديوانك اخر كو غلو انت كلود هيس ما بجرو وخي كلا وا بردودن اي حساب علوس اي حرام وح كو بحاي وحد ادو علفتي او حلاله وحد لبستي عرود كو استورتي اي وحد صدقيستي labada hore hada waa labadii layl isku xisaabey maayo hada in soo maray xadiidkii saxaabiga muxuu aha Uthman ibn Affan xadiidkii siiba inuu cadeeyay intaan dambar hada wixii la doonay aw tasaddaqta atsadaqaysatay fa amdayta adhur marsatay xaga aakhari iyo ad geysataraahu muslim idan wuxuu ku tusaya marka takaathurka iyo zuhdi la'aantu inay khatar tahay oo isoo wanaagsanay xoolahaaduna wixaad aakhara geysatay way ama wixii markaad calafatay دبر كذا كتوس عورنا كو أسطورتي كليل يقبون آذ كهرسطوت كقشي رواه مسلم. وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله تعالى عنه قال صحابي أبو حجري قال رجل للنبي نمبا النبي أبو حجري ننكا أسقى إن أبو ذر يا هي أيان أم علينا إياه قل يا مبهمات كقري كتب الأسماء المبهمة كهلي ميسن عضين نمام وحيد أبو سعيد الخدر إن يهيبا أم علينا إياه لكن أنا وحيلق من أبو ذر إنه يهيل لأن أبو ذر باكس وقنت إنه نبي النبي الله وإذن شعله أهل البيت كينا أدق أهل كذا وإذن شعله إنه يحبكم أهل البيت يكوجي النبي مركز النبي السدن وكل أقول جواب حديث كان عبد الله بن غفة المزن وكل أقول جوابي مره دي الله يا أبو ذر وست توصة نبي قويدي نبي قنو السدن أقول جوابي أصلا إن لقى دقا قوة ناقصن رجل كأصلا أبو سعيد نوان غنكرة وأصلا حديث كواورية لكن إنه النبي سيدا كويري والنبي الله وايدين شعلة هذه آل كذا كدبنا النبي سيدا أقول جوابي أيضا مع الضوء قال رجل للنبي نبى النبي حكويري يا رسول الله رسولك إلهي والله الله أنك دارتي إني أنو لو حبك واكو شعلة النبي الله فقال سبحانه وحيري انظر ماذا تقول دقو وحال ليضاي كفر سو وحال ليضاي قال وحيري صحابي والله إني لو حبك ثلاث مرات صدح جرب صحابي كعير نبي الله وكفر سنها يا رب إغتها والله وكشعلها صدح جرب صحابي كعلي فقال وحولي إن كنت تحبني إن كنت تحبني هداد إتعشى هاي ويربط هاي فأعد أديرس تجفافا قاشان أديرس أما قبطل أديرس يبست للفقر باهية معلول الرفاد الدنيا تجفافكو و وحقاشان أهان أو فردها إيو جايد كالغودة قال لما لوح رجل واقع هوري أنه ما دام أنا أرق فرد الله حيرا قاشا رقم باقادان جري عن بور بريد إيو درع قشان جري لكن عربت ما كيد دقال لما إيان وفرس كو أتكبب قيسين ور مبضان إيكا قد عانو لقاد دلو أصغونا قاشان بقوحا لوق درع بريد بلوق لي درع بريد ما قاد كري إذين باه لقد طلوي أو شار أهان يا لوق لي قارك لوق لي إلا مسك أنت اللوج اللي نشري وهنك تحجوه هي الكرة واحد يمكن فرها كشيطان يتكح جسم في الأرض يورنك أو كلا فردان اللوج اللي نشري كاسة تجفاف كل إلى هذا وارك وادرع لوح لو هي فردها لوجود دجال الله مو هوش اللوج قبته وحنا لوجت لوجت تلاقي إن قاشان قاشان أنو غدا ورنك إيو ليب كي فلاد وحا وفرس كوسن ودي منين انت قد دقا الله ميسا الله تلقى مركو وذا ده يو حنو فسري جيران قبطل إيه كرباش بين ودنجن تجفاف بستصو ديار قريسو ما يه قبطل إيه ري كرباش ديار قريسو المهم أورك إيه حولها لررتها دي انت هيرين علوس لسارين إيه كبال الله يعين كل قد تشنين وحيرو وحاجر كورك لغا سارو لدورها إيه إنو سنبحينو سنمرحين نفكو و هيريدو أي سنمرحينو اللي جهدو كرباش با اللي جهدو طميرهن قبطل با اللي جهدو أورتا يو كلاسارنا كرباش با لورن جران فيلا يمحاك معي كلا هاي شو سيدا ونما كلا هاي قبطل كو أورتن با اللي جهدو محمدو قبطل قبطل دميرها اللي جهدو ما هاي أورتن ما قبطل با لسارا إذن كو حادا هيدن ريوبي بعد هيدن أوكادية با أنا ضميرهم من قبطة الواقع أنا هيري إيه كبد إيه كرباش من أورت مغري شري لما لا إنا ثمان تنم بربا وحدوثنا يدين كلها
إن كنت أضطت تحبني مذ جعل فأعد أدي أرسو للفقر باهية معلول تجفافا قاشان أدي أرسو أما كرباش أما قبطل أم هيري أدي أرسو كي حجسو محايلة فإن الفقر باهدو أسرع ودقدق بدن يهي ويدقدق بدن إلى ما يحبني الروح إجعل حقيزة من السيل الضاد يبي يسعو إلى منتهى وماشي أسعو لي وأسعو بدن تايو ضادكو يبيهم حقيزة كوكو تغان بيه وحالي ميل قدن بيس كوكو تغان بيو مركه يوصل على مركه ميل جدًا آد بيو أردن سي حول يكون جارًا حوارز دارية كل سعودان نبي يقول إنك أنا جاي إتشعل فقر يا باهي وحيوصل الدقدي وأقو إيمان سي بيو يقول الدقدي جاي ماشي قلت كل سعودان وركينات فانتين بيلته طيب راه الترمذي بحديث كورية وقال حديث حسن غريب حسن غريب لفظ ابن حبان يا أحاديث الشواهد يا بابك كنت ميت بعض يسمع عنها اللوجي فقر يعني هو نوع من المراد فقر يا الله الشيخي حديث كان معانيه سيوح اللي هو قال لي يا قيب كم دوي كل جيم معها رواية كلا عضي سوء آيت انظر ماذا تقول إن كنت تحبني فأعد للبلاء تجفافا فإن البلاء أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه نبي حول عليه الصلاة والسلام نينك رب أنك إجعل بلايذو إيا مصائبك وحيوغسو الدقدقان سي كرد يا رئيسة بيه يضادك سي يقول الدقدقان قدك إيا ماشيك السعودان يكون شبهيا إذن تانا حديث دينة أمخرة تكعيسو نبي حول يلي وحال نبي الله أي الناس أشد البلاء نبي كل جواب الأنبياء أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل ثم فالأمثل نبي حور بن آدم كذلك أقول امتحان بدن أقول بلايا بدن أدون كأذ أقول لقول دباتي رن والبو وأنبياء ذا وحور النبي يقول المر مع من أحب روحنا وحول الدنيا آخرك وحكم يا أحد كل شعلي هاي هذا النبي محمد شعلك صدبك هاي هاي صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي قدونك لو غره فاديد او غره فاديوي حدك انت سو كو فايدنيا نبي ما جعشاي نبي خرو انظر ماذا تقول صدح قرب صحابي كو دارتي نبي وخر دي دب كاتاي هدانو نبي بان انبيانا ادونك وا لو غدبا نينكي جعله انو يغو بابي ادونك وا تقر فايد دير غرو عبد القادر قبط لي بسط صحرو بمعنى الصبر يلوي كرباش صوت لما هي قبط لي هريه وعوي دول قاضوا أتكيسو وحبذا بعض الله كلمي واترفادي لأنه أنا وأنا أصل كاذب أنا هاي أن فرع جبات والمر مع من أحب وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل معنوا حديثك واسدة قولي أنا أضع مركة إسكودة يا عسرانيين إن إسلام كسوق جيان سخل دانا كسوق جيان إسلام كمضي إلا قدو أو لفانسيو أو لمعانيو أو لو عصبيه لو عصبري وعقل الله لكن إسلام كبين أو ما بعرف اللي وسق جيو أسرع إسكوب فلان محاسن تسيه أصوشي ساقوب فلان دين كون أكس إلهي مسود جنين لما نسود جن دونه طلعانه بهايسا ودين تكلية دنيا قصع طيضا عندنا فنجرينين عد فنجريسا أو سوق جيسا أو حكوب بحسن مشرو كير كم أنت صوي إسلام مسكين كا مركو الله بقل بوضوح سيدة وحدا ودين تيوات صوك شطاط متقبع عند الده حكو زين ما يندي قال الذين أدونك ويقو بقال لور دهي واسبتال لور دهي ونول بداويني أو بايب اللقى ماما هاي أو كنين كور راعين أو فلان بدا كور راعين أو العقد كور راعين وحل بصمين بي دقاق لها تودي دين تنمي محمد طلعان بي سعطاء إلهي باوتاء إنا نحن نزل الذكرى وإنا له لحافظون نبقى كل أرتي إن قلبيت يبري بأي قاريس وقوي كونفر أي قاريس ميل والبب بن آدم تشوق إنه يقلي بنا محمد صلى الله عليه وسلم بعز عزيز أو بذل ذليل أما قبل نبي كتقي أما سندل كتقي تيس عطوي صوماليا الله قاقع قحوتي قاقع إلى تشلي بو سعودي دين بو أسنوه ذلك تركيس أيسلان قل يقوى صوماليا هذا لبيك الله ما قصوا هيا أيسلان دونك عرف كيزور برف وحكون ولان قرب تشرين وأركي سيو قبل عضان أكو قرص ذي توحيد ثانية يلا إسكس عطا مركو حوي معناها
قليها مع اسكود ضيئ مركا عن وجه قليها اسكود ضيئ إسلام كقليان حدكم حيد الحقوق إسلام النبي محمد روح على قاتها ودير جروب وحل قاضن كرمها حديث كان حكوري من يا إسلام كهوله يسي إسلام كيس فهم الله بتركوه بوقت دقن دقن هدوك لو كوه لنا يا إنه كدلا يا هلسة دقن هدوك لو كوه لين هي أسرع كدلا بقى إسكيل هالي تاو قاد واحد وقاد أيوي مرك النما الدين كفهم سنة طول الإسلام كان أهل لنا يا آفذ وكانوا أيا كدران وحنا تري حديثك أصوش سكال الله يا نبي محمد عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وأن شعلها يباتل إذن رقم كسب على جرب دلقات كسب على جرب سيدنا النبي قال الله امتحانه يبقى الله امتحانه لأنه شيء خطر هذا شيء إن النبي محمد إلهي درت وشعش هاي قال لك فيرنا يا شعيل كي أتشيء سمر ربه كايا مسمايا قال لك خبنا هيا قال لك مروتشين ما يا نبي وكم شعيل بلقى كين هيا دلقات هو وما الناس ما يعبدوا له على حرف بيتقيسه حديث معناه سكاه الله يا كلينا ماها معناه سكاه الله كيمد حديث أبي هريرة وأبي ذر وأبي سعيد وحاكلوا يمد حديث أبي سعيد الخدري أبي هريرة إيه أبي ذر صدح ذا حديثنا أم خراتك عيا مد والبنا وحديث قوي جدا مركب ماها معنوه معنوه شيء كلية عبد الله المغفل المزني أصول شريعة أم خراتك عيسى وحي الله وحدك ولي الله سندا ولا متن ومعنى مجران سان أفهم إن شاء الله تعالى أيضا سيدة طيحه وذاتك شيخ الباني أها وكل بقى في حديثك صحيح هذا لما ما يرد بحديثك كو صحيحية لما كن سيدة بقول لباتين تضبوا كو صحيحية كن شم بقول سيدتين اللي احنا وكو صحيحية لكن ضعيف هذا كن لح بقول سيدتين يكون حلو وحديث ضعيف ومنكرة مشكات كتحقيق سان حلو وحديث منكر منكر معناه وجه ده معناه سؤال لكن لما فهمين فهم بقبايا أو شو لكن مركز سيدا أوفا أن تروح عليه سوكوه هاي سو متشيران ساسا العلماء أشرع حديثك إنه سجنية هاي وأركا هاي وين سجنية وين سجنية وبالمناسبة ذات كي ماهر أهو إسكال اللي حدا سوها هذا كان موسى لهم واحد الله يصحه كوا كرون يودي جري ما أصح هاي وأنا سيدا يوم مركز الله تعالى معنا أوفا ما نك يدين تربك تاعي والنبي محمد تعالى سود بكية هاي أدونك والله امتحانية يا كيوي كيف يقاس حديث كاس واقيه هوري ميت كان وقاء مصي سو كتاب ما هي سنة مية هي محاط حقيقة أد كيف هرات كله انتي وذيل دوفتي كحال عن كسر تغني نينك النبي محمد شعل الدين كان رب شعل إله الدين تدعت كت هاي الدنيا والله امتحانها يا صبر باللغة بهاي دلقات باللغة بهاي الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر بلا معنى هاي حديث هذا إذن شرحية النبي قال نك نبي قلنا الله امتحاني نك تعلنا ولا باب هاي أيا قطوس يوح ولا يسمى لها المهم محاوي زهدو هي امتحانك هي فقرك وعلامات قطوس الروح أسرع إنه أهل خير هذا كل صبره هاي نك النبي قال تعلو على الامتحان كي فقرك يا أسود دق دقية أصور وحلو قبها يا إنه مرك أيضا ودل قطوس الصبر التجفاف بكسر التاء المثناتي أو المثناء هذا لابد دبعود له إن لهوس دقو فوقه كور لقى كور لابد دبعود لقى سيو وإسكان الجيم جين كتج ليه هذا جين جين كل ربو وبالفاء المكررة لابد فوصان رغوتنا مد جين كحكتي مد ألف كذا بيسه لآخريو وهو شيء ويلبسه الفرس وشيء فرس كاللوحرو شيء ويلبسه الفرس فرس كاللوحرو ليتقى به الأذى سلو لقى إلى ليو لقى إلى ليو لبك إيه لباتة الجراح يرناوعة وقد يلبسه الإنسان دتكون يحدان لو الله جيّا با أو ليس كحجيو دبعت ذا يورمها يدبك ليس كحجيا الله جيّا با إذن واستعارة يمرك سربابة وحلقة وضع أحد كي أي محبة يدين تربكتها ربكتها يدون قالوا قل بياي صبر يا دلقات هؤلاء شو سماه ويا قانان هي الباكو دعائنا هي أنا وسيد الدعاية ده شاكت بيران كقباب يقولين شاكت بيران كحري وحلاش إلا شيخانو يسوق قاري ماي بمعنى طلقات من أولى هبي كوذا أنت أم بنبي ونا وجد عليه الصلاة والسلام وعن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لا يحيي ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح
نبي وحور ما ذئبان لبي ميسا أهاني ليس ذئبان ما بمعنى ليس تأدي جرتين وي ما بمعنى ليس ما ذئبان لبي ما أهان ما أه جا لبدأ يو جايعان باهان وقاتيسا كواس أرسل لدري جايعان وتلمانتي ذئبانك أرسلنا وصفة بعد صفة ما ذئبان جائعان أرسل لبي أوباهن ماها 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 أرسل كواصل الدري في غنم أري حين لوسيد داي لبي لبدروا إنه يي في عنا وحنا من نراري باشن يي إنه يسقق القشام مرم بح والله إبر كذب تاي بالك تذكر بابي صن إسقانا وأنك دروا اللي ده دروا ولينا ورابي يده ذن أرسل الله الدري في غنم حين لوسيد داي بأفسد متكبا بين عقماها لها أرقي حينتي من حرص المرء روح دذلك كود ذالي على المال هنتذا يو الشرف وجهك يمقع لدين دين تسيب بابيا نبو حولي هاي دذلك آدم هاي كود ذالان هنتذا يمقع سيد الدين توضع بابيسو دذلكاس يمال شعيلك يشرف يمقع شعيلك سيد الدين تروح بابيسو لبد رواء باهن حين أم بابيا لبد رواء باهن حين أمة بابية يي واحد رواه لجد واحد رواه مركو أرجع قالوا حلاقي من وح كبت بعده لكن يي يوار يو هل نفتو دقائق هي وصح صعنة والله ينيا رواه مركو دور حب كفر إذا أنت كل إسكت إسكت قال لقيا با هذا عيدا كلي يبلاي كلا رواه يبطن أيضا يبانين لكن يي دي بقوا سوى عدو أنت نف دقائق هي مد يني عورن بدو صعنة nabigu taas ugu shabahay labayay oo baahan oo xayn adiga lagu sii daayay siday u baabiyaan si ka daran ayaa maalka iyo magac iyo sumcada ku dadaalkeedu ay diintada u dhaawacay u baabiyaan maalku waa laba qaybood hadee maal xalaal ah oo ku dadaasho ururintiisi iyo ilaalintiisi iyo dhawridiisi iyo ka shaqeyntiisi iyo badintiisi hada waqti buu ka qaadan عباده كان مشغول إلهي بكو قرم مر الدين كيسي غالبا إلا من رحم ربه روح إلى كبد بات شمويني وحابا هنت الرادين تئن لقلمه وبها ضي حلال طريق في عن لقر هادني إيهين طريق حاران لقر هادي لبضا أموي لبضا ومركو ونسيك لدرين وحابا مركا إن طريق ربك لبضا إكاوي داريان أو كالليحيان أو الدين كان مشغوليان رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله بل يسكوها لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله بل يسكوها وحاصلا وأمرك وكل التقايات روح روح إلهي سبحانه وتعالى وافتشي وحق إلهي اسكر دوري الدنيا أنكو أبفد نوب أنكو كثوم آخر أوجه سدين موية الدنيا مرك وعدي بدن تاه كدم نبق وكقور تاسو حول والشرف الجه والسمع والشرف تلقو الشيقي مقعه ايا كدرن مقع الرادينتا كدرن مالكا مقع الرادينتو اي وجه الرادينتا اي سمع الرادينتو سي اباب الدين الروحة مالكو ما باب ايبا بدليل محاو مخراتا وحاو مخراتا مالك قد يسال لغب حيا شرف يا مقع تشي سميدا ارك كراس هذا الرأس سميدا ارك ملايين نبقى حب عنا يا اسوي كرسي بارلمان رادين اي كينيا اما الصومالي رادين يحقب عنا يا ها ما ترى هذه صدق مليون محيطها صدق محيطها صدق بقوله مليون بوديارين وكم بين قريه صدق بقوله مليون هذا إذا ما حرم كسيد دكتال ما هو إذا والله هاي بيت الله الحرام تاسكاك فريستان ينام مع أكتيز ما هو أنت يكون في الأنت تكنه شيري عمر غالب جينا هذا صدق نجر أفرتنجر محايدين دم الله باتنا يدور صنو هدي بقى الله إذن قرسي هدي قرية أو الله قمنا إنسان محايدين دم قبل نعي يعني شرف الرادين تيد وتأوجد دران صادر سب سلف كله جرين الزهد أشد الزهد والزهد في الرئاسة لا في المال سلف كله جرين شيء لا إسكال عليه ولا جزهدي ولا قدر هذا ولا إسكال دوره حقوقي بدن مقعي منصبك وذا دو حيس كل ينهي يوم مقعبة أبدا دقيد وحي سر روغايا لفها يجل بها إبرس كغدقا مقعبة أبدا قبائل كو حيس كل ينهي لسكوبة بين أبدا مقع يسمع دريه بالبا ميشن كتل إيم مايا مع النقع مايا إذن كأو باسعوت وحاس دوامة وام مقع
waxaad aragteen soomaali isruugayso ama siyaasiin isbaabiyeen hayaan ama duqoy suran yihiin ama maalim albashir iyo maqaxi laga kicilaa yahay maxaa lagu hayaa atijaabin hayb u dhaxayaan fiirinaya horta siisuba afarta ruux umeed ah meesha laga qaaday iyo 100 dhaawac ah warkada faanteen baylad muusa runbuu sheegay waxaad ku haysaa dhawaa maxay ana muuqan iyo muuqan ma isidooy bal u fursada cirifka ila raas casir ila raas kambooni inta halka ka bilaab ila waxa Soomaali isku haysa eega waa ummaga anaga ka talin laan laan yahay yararka sagaraadka boqolka wax loo sameeyay ee u kala socotaan waa un magac raadi iyo waji nabigu markaa runbo idin sheegay diinkiina waxa baabeenaya waa magac raadis waliba si khaldan lagu raadinayo ee wadiiqan nijaas ah oo khariban oo dhigi xinjiro wadadooda lagu daadshay oo xaq la dhowreynin oo xurmo la ilaalinayn oo diin la ilaalinayn oo la ilaalinayn shay ilaahay xurmeeyay birmagedo la dhowreynin oo raxim la dhowreynin oo qaraabo la dhowreyn ma jirto nin walba inuu muuqdo haduu doono marka ha u sii maro 2022 oo dhimatay dagaalka dhanaa Itoobiya dhex maray iyo Soomaaliya ee amniga ka sheekaysan 2000 askari baa ku dhimatay oo Soomaaliyeed 2000 ma badnayn Soomaali way bumbay laakiin 2000 bay ahaayeen laba qabiil oo Soomaali inta iska dileen baa ka badan hee laba dowladood isku xaqantay wax dhaxmaray laba qabiil oo reer konfureeda waxay 4 bilood iska dileen baa ka badan wixii Itoobiya Soomaali iska dileen waad garanaysaa hadda waxa aanu sheegi maayo maxal isku hayo inaan muqataan Soomaahay intu sheegay Muuse uu Soomaa waxaad ku haysaa iska ilaali nabigu waa idinka la hadlay baasha musiba weeye magacaas iska ilaaliya waagu horuba roonay oo dambi dambi hadda gaalnimaba soo gashayba gaalnimo ayaaba soo gashay oo baarlamaanka uu istaaga iyo ninku doorta soo xaaladda ka warqaba labada muslimiin ma iska ilaaliya rawu tirmidhi wa qala hadithun hasan sahih wa an abdullah mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qaal nama rasulullah rasul ilahi ba saxday ala hasidin darin bu ku saa ama gali darin ama gala wa taqana awda baalkan laga sameeyo حصير وحال قجم عيا حصر كبريد وبرد فقام نبي قواته سيفستي قدوه نبي قول الدرين كسيح ذي كقيلو شد مال أما قلو كسيح ذي وقد أثر الحصير أثر فاعل كذا حصير كوي وقد أثر سوء الرادي حصير كي قليه أما الدرين تي في جنب دعي نبي يور هذا نبي قواته شرح سنة جعمه يسيئ مركو نبي قعادي دقين هذا ثلانتو bin aadanka ugu gacan jilicsan buu aha kay saxaw yiraadeen xariirna aragnay wax kasto busaati ama dabacsan ama jilicsan aragnay nabi maxamed wax ka gacan jilicsan arag bakayle korki baad mooda nabi kun ka sa loo taabo kayle aad buu dub jilicsan yahay ma ka taabataan anoo wali ma taabanay wali ay taabteen ba sheegay wali cunaa bal sheegay Soomaa ila Soomaali ma cunto bakaylaha laakiin Kenya lagu cunaa oo Carabaha lagu cunaa wali cuntada ugu qiimo badan weey ملوخيه مع الاراني بدل وجهه وا قالي عربه مكاتبته عنده او قالي سوي المهم لكن نبي مركو دغالمه غان سبر بي نكون جيرتي وا حسابك لا دوون وي نبي مركا سو سا او دبجي سنا ايو درين كو سيخداي اما غلي غليه با مركا راد كو سمي جيركيسي عاودي يا ميش لا توليه لا سميه خريغي با قبطي ودينكي ايا قبطي قلنا وحن يا رسول الله سلك الله يو سدا وحايري عبد الله باي عبد الله بن مسعود قدغي سوين كسدا اورانيا لكن صحابه وي لا قبين مر هدا لا قبين ها اريغي ايغا لو ودا تيرنيا وحن النبي الله لو اتخذنا لك هدان كو سمين لهين وطاء جوجل جلعسن وطاء جوجل دبعسن اون جيركادا نبرينين اون مردمه او يلينين اون راديه كغتلين اثر كغتغين وطاء
قوشة يفراش كجلعسن بالي إذا هذا إلا غصة يحضه وطاقوا وقوشة يفراش كجلعسن يدبع السنة يجرك هذا وحبي يلينين. فقال صوبان حور ما لي وللدنيا أني أدوم حسكك يا قلي حق وإذا كان بقنت أي صمان صحيح النبض كم صحيح أنها قال رأي يقول هذا يشرك يطابت محي علا سوء يقول كويسة محي أنا إيالي أنا يا الدنيا فراش لقرح صدو ولا تلح صدو ولا فيريو لأي كان واكي عافمات كان واكي دبرك كان لغو خورين لها حسابها أنا محي النبي قال يقول وهو شبير سيدنا ما أنا أروب مئيه في الدنيا الدنيا ما كان لا فيريو إلا كالراكب إلا كالراكب إلا كمسافر من سعوتاه قاعد سارون ميل جهيسون ميل سعوده كراكب إن قاعد سارون سعوته استدل هريستي وهرجلي تحت شجرة جيد هوستي ثم راح عرابي وترك جيد كيس كجتري أضرب بقوله سعوده وملعك قبتي بجيد هرع عارك واتكل له حري رتجي واتكل حرارة واتكل سه حري واتكل دقائق قلبك جيد كوه حقوق فديه متشرو تنتيره لكو قنصت واتكل كجتري ودعاء ميسد دبدن بوحسوسن ميسيد وحكها قحر نوحر أنو الدنيا صغرانا قيد هوسكي أنا هرصودن كتاقيوي ساعدان شوغو قرح ذا أنكد الله لميسان وأنا كتاقي محايا الدنيا وهيسا ننكي الدنيا دان كالي أي فراش وقوريو وميل ضيو قرحستو شركة خاصة كسو إبسدو العقب ضم كبحية سداس النبي الحديث كابي يعلا لفظي سبا سان كعضايو إنما مثلي ومثل الدنيا أني قصد صالحه يا الدنيا وحوي كراكب سار في يوم صائف من سعطاء أو حل قرح وكل شهي اللقية أو سعطي ما لنشيل الأم حقا حقاقة حقا ذاك كل إنقون حقاقة حقا إنك قبو شلاك النوك البعيق أقبو. فقال قيل الشدي تحت شجرة ثم راح وتركها انت انبا ما لن قرح ملع كل اجرته قرح كل اجرته نن صعد علي كدي من اي هرقل قيد هستي اسكاقه تغيبار انو الدنيا سنة هاي بن صلى الله عليه وسلم حايدا كم بقن راه الترمذي وقال حديث حسن صحيح رواية احمد بن ماجه بعد يسوف فقلت بابي وامي يا رسول الله اسقى ويدي فقلنا هذا مركز حابدي بوكوها القبصان يا ولد عبد الله بن سعود ابو عبد الرحمن الهذلي باسكلها لكن صحابته عثق ويلقبين ساس دمان اوغو تيريي دمان اوغو تيريي marka waa inaad ogta adduunyo maxaad ku tahay dhaxsin baad u joogtaa safar baad tahay meel baad u socotaa meel baad ka timid min al adam ila al wujud ila al fana wal maut wa safarku inta adoon waxba ahayn ba rabbiku abuuru un jirin وقد خلقتك ولم تكن شيئا سداسد كلغي انتين مدير بعدونك لا جوغا الهي با لمدنيا وان روحي كتلغلو ما لوغو ابوري حقيت كتيمت حقيت وسوتا قال ورد ود اسلام وحيرو بروفيسور دكتور اها وحكلا انتان اسلام كفايدين وحان كفايدي ورو وحان كو وريرسنا حقي لغا يمد حقي لو سوتا ادونك ما لو جوغا صدح لها سؤالات بان أفرطن سنة جواب العابو بقول باب يا قيس يا بادري بان ويدي بوذي بان ويدي واحد دين شاكتون اتقين انا ويدي نمج انتان دين تبارها انسو السعودة وان بان نمان صاحبنا كتاب قرآن وترجمين اسيه يقول حلا انفصح كجل صدح بلوض من بارسك آخر بارسك قباشا انا وخمرضا يسكب فوضها يبلا يدي سؤالي ان كو ورريبا كتاب قرآن كو أركيب جوابتو دي برناك تعالى ماشي لقى يميت وحال لو جوج ادونك اي ماشي لو سخده سؤال مهم لكن دوم اسلام كاس كغه دلاتين فهم ميزان قيمها اسلام كبا هل سو ارد هل وي سبلق بلق هل تكدا هل ياعو كبا هل لغشد هي هبلو انت اس الدنيا مودان اي دين يا خرب دين قيمها يدون كو فديده ما بغرنيس اي بادنكا كو سو رفد غالمد او كو فديده اذا انت بنبغه او شيغه الدنيا وحا لو جوج وا دحسين يكون ميل جاري أجيدا ما لغو واري ماي جدي بالغي هاي سعدال بالغي ميل با لو أجيدا ما شو وين لو شقيستو وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام يدخل الفقراء فقراء المسلمين مسلمين فقراء وحي جليا يعني يدخل الفقراء وفقراء وحي جليا يعني الجنة جنة وحي جليا يعني قبل الأغنياء
تنادك كهر قل يا وحي يستحي والله يستكهر بخمسمائة عام شم بقول وصنا كهر بيقليا فقرا وحي واسكو بين هيبة وحبضون الحساب يمالا قوت ضروري الله ما يستوى حبلا قوي دين ماي برك ضروري حبلا قوي دين ماي وحي على الفدان ضروري حبلا حالين صوم برزوم حديث كذا مريسة حديث كعثمان انت كالو حلقي يا با وحبضون بنو كصبي ارضيس كتك جندين هذا الله أغنية الوام حساب أو تال حلالها حساب وحرامها عذاب حساب تاسع الضاهين إيسا حقيتك كنت أنت ذا محاتك قبطي محاتك بحسي سيد أمامولي جرتي شيء والبا زكادي صدقاتك وجه قابك قشق إيسي من أين أنفق من أين اكتسبته وفيما أنفقته محل قصة ما يسي حقيقة كينتي حقيقة صو صارتي قاب كده ما مش سؤالها سأقول يا الله يدخل الفقراء والفقراء وحيقل الجنة الجنة قبل الأغنياء يقول لها أنت يا شهر توت بخمسمائة عام شن بقوله السنة رواية كلا حد يقول لها عدي سيدخل فقراء المؤمنين فقراء هذا مساكين تبع الله سعوته مؤمنين تفقراء دودو أغنياء الجنة وحيقوه الرين أيان شن بقوله السنة قبل أغنيائهم بنصف يوم مال النسكي هو شن بقوله صنو وهل مال آخر النسكي هذا وقل مال قلنكي مال قلنكي هو وآخر ما كان لجدا هذا شن تبقوله صنو وهو نصف يومكو خمسمائة عام حديث رواية سيدة كتمد وتلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون هل كان مال آخر محور دقما كن صنو الدنيا دقما مال آخر وقيام الله تشوق هل كي مال وحوي كن سنوي مال نسكي أما قيل إن كينا محون غنيا شان بقوله السنو فقراء المسلمين المؤمنين تا الجنة وحي أغهر رينا يان أغهر مريان أغنية شان بقوله السنو أحاديث مرسلاء وحي الشيخ السابق كينية شان بقوله السنو إن لقا أغهر رينا مركا ننك غني قال له حسابي أيو وريرة هيا حساب تعصليت حقيتك كنتي حقيتك بحسي ننك أتيس ما بضنا مال حلال ما كش قيسي قاب كده ما مولي شرتي إلهي ما كش شكري دي إلهي ما أمها النقضي حسابها عرس مركو كبت بادي مال صاره أيا لون أرض جنده قال ويسيد دينا يا كي غني قالها روح مركز وانفريده ارضيب ونقوني الباب كل لو قلت لقينه جنده كقلو الباب اهين بوتقه هيا ما لقي الباب كان شغيب ارونا يا ادوك الباب كان ادوك قليه كقل لمتي الباب كان وحجرة رقم كاللبا تناسو دونات كماد ونقو سي سعودك يلا بشدا وحي نقوني ساو كل لابني الباب كي سيتقه ايه شام بقول السلام ننرمي وقولي أفاف كي سي ردي سقفي أول سنة كل قدر فتول عليه ومرضا مسجد كسوه له شن بقول سنة يكون قادم إيش هؤلاء علوسوي شن بقول سنة هدية نول يا دنتا طيب حديثك مسلم أسوء وحوش شيء فقراء المهاجرين إن الجنة كوه أوه رينا يان أغنياء المهاجرين بأربعين عاما أفرت سنة وكل دوين كوام حي وفقراء المسلمين تقول مرك الله فري أغنية ودوي شان بقول صنع كلا الرئيية لكن ما كمهاجرين لسؤال مهاجرين النبي محمد أغنية ذي فقراء ذي جنة وحق كلا الرئيية أفرت سنة لأنه أغنياء المهاجرين أنا وكلام ما هين وحبلا بأبد بادي شان تبقول صنع وحق جوينا هنا يو ها أفر بقول اللي إحنا سنة يسق جوينا يعني حيو جوين وحب حنتو دي ديق سنمت كودي هل قن كودي وحب ضم بي إلى إسك إلى اللي فقراء دون هذه فقراء ذات كلام ما هاي مركا حديثك وحكو جرى فضل الفقر في الدنيا باهدا يا معلوش أدون كت قصة برتو وحكا خير بدن تهاي غني الشاكر كا مسألة عصليد اللي سكو خلافية ودادوه قطة قلمين الفقير الصابر والغني الشاكر أيهما أفضل بالسكو خلاف فقيرك أدونك أصبر دباطي يا رفاتك يا معلوشة يا نينك غني إلهي أمها النقة إلهي أشكرية
ee xaqa Allah iska ilaaliya ee sadaqada badan ee deeqsiga ah ee inta isgoynaya aakhara kee fadli badan xidigu muxuu tilmaamay faqiirka saabirka ayaa fadli badan janaya horgala nimba ninku ka fiican yahay sidaa darteed nabigu yidhi axadka ugu horeeya ee albaabka jannada qaban doona geli doona waa aniga awwalu man yaqra'u baaba aljannati ana anbiyaadoo dhan iyo rasuuloo dhan axadka ugu horeeya jannada albaabkeeda qabanayna wuxuu nabixud waa aniga isaga ugu horeeya calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay nabigu wuxuu isu darsaday kaana haniyan shaakiran wa faqiiran saabira labadaaba waa jamcista wuxuu hayo dhab uu nabigu bixinaya dhibka iyo rafaadkana waa ku sabrayaa maalinku hayana waa ka xamdinayaa waxa dunyada ku fadhiisan jirtay ma jiro gacantiisa wuxuu doonoo bixin karay nabi sallallahu alayhi wasallam hal maalin buu wuxuu qaybiyey 12,000 halaad oo geela hal maalin 12,000 kuwiin hadda iswaaleya soomaaliya markii xoogu urursadaan hebel 5,000 halaad buu leeyahay 2,000 halaad buu leeyahay kun buu leeyahay 4 sano 30 sano wuxuu wadwaday weeye hal galab buu nabigu xuneyn wuxuu ku qaybiyey 12,000 halaad oo uu siiyey dad uu lahaa islaamka soo galeen diinka soo galeen wixii ilaahay gacantiisa soo geli wuxuu isticmaali jiray inuu islaamka ummadda ugu soo jiido ku jecleysiiyo nabi allo hebel baad siisay hebel waa ka tagtay hebel iimaankiisa u tala saartay kana waa xoogu qobgariir buu qabaay islaamkan jeclaysiinaya iska aamusa sheekh axmed diidaad wuxuu yidhi nabi wuxuu yidhi yaa iqaado oo imagan geliyo oo tolki i dhex geeya saan diinka ilaahay ummadda u gaadhsiiyo hal min rajulin yaxmiluni ilaa qowmih فأبلغ كلام ربي فإن قريشا قد منعونا أن أبلغ كلام ربي وحوري شيخ أحمد ديدات رحمة الله تعالى عليه وحوري نبي وحوثنا يا وريا يا إمغان سيو إقادة قريش إنا نهضلو ونمد الدين كوشك وإيديدين عرب كي إستاقين نين قبعة وطلك نحق يسان عرب كي أولبح ومد الدين كوشك مجرى وحوري هذا النبي إذا عاد هي لها انترناشنال محوصة مين لها سبحانه صلى الله عليه وسلم idaacad antaras nasnaala oo adduunku dhan laga hadlo hadduu nabigu heli lahaa sidee muxuu samayn lahaa wuxuu codsanayaa war igeeya bal meel aan ku nabadgalo oon ku hadlo oon ummadda diinka ugu sheego tv adduunkuna laga fiirsanayo oo 24 saac daaran oon local ahayn oo caalami nabigu adduu heli lahaa muxuu samayn lahaa idinku intaad hesheen yaa niika ka dhammaan laadin niiko iyo hees iyo bakhti iyo nijaasnimo dhaqan xumo wax ilaahay ka cadheeya muslimna uu ka naxad ku haysaa marka se isubaashu xaggee ka imanaysa ruuxugu inuu dareemo wey ilaahay fadliga iyo sharafta iyo minnada iyo nicmadu ilaahay siiyey dadan garanayna mushkilo wey dadan garanayna mushkilo wey maxaadir cabdullaahi kuwan ka hadlayna ma kuwan ka hadlayna waa wuxuu shaqo Yusuf Xayla weey oo Yusuf Xayla weey asoo xadiis akhrinaya tarriyad akhrinaya wuxuu soo maray xadiiska ahaa al muslim man salima al muslim lisani wa yadi markaas uu yiri wadaad fadhiyay meeshii shaqo Yusuf xadiis kaani tolka u sheeg buur xadiiskan tolka u sheeg al muslim man salima al muslimuna min lisani wa yadi shaqo Yusuf Xayla jarreed buu hawad garnays sheekh uu aad buu afadka af magaxshadu ahaa ninkii soo gaaray ama looga sheekeeyey baa kolay maqlay markaasuu xadiidku qoliyo ka hadlayo idinka ma aha buur qoliyo xadiidku ka hadlayay al muslimu uu leeyahay idinka ma aha muslimiin kale uu ka hadlahaya kuwaas way kuwa la deynaya idinka ma aha buur qoliyo sidaa ku yiri ma sheegahay wa ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu wa imran bin husayn aynu sallallahu alayhi wasallam qaal إذن يعني وافهن در عبد الله ودبك جرى وحاوي وافهن در روح ماشو كيمت ماشو الصعود الدونك وحو جوغا دو فهمه نعمه الهي كما عيارين الهي ما كما ابال دحين جسار من نقدين ما نكو باهدنا وصبر لها مركو وحينا وحمد لها حمد وحو كينا شكر ان خولان ماشي الله وتلقى ادقته
وأمانه قال قاشو وقال رجع لقشو بهايا النبي وحول صلى الله عليه وسلم إلى وحولي مالك هانت دوحان أكيني إن صلاة الله كالميست وزكاة الله كالميست وحجك الله كالميست وصدقة الله كالميست وقرابة حرينت الله كالميست ومساكين تا وحترك الله كالميست أمان نسود الجنين إن لقو كبره يعني وشذور لم بيكون تنقواني. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي وحجري اطلعت وحان غيب ونبي قران صدي في الجنة اطلعت طلع هذه الشيء على ما لوجد بياه لكن هذا من حيث العربي اطلعت وحال الدنسيون العبسية معنى تأملت ولذلك في لوجد بياه اطلعت وحان دكتور في ريو في الجنة الجنة تأملت بك دقنتاي معنى هذا اطلعت هنا وحان قران صدما وحان في رشوي انصف عنه في ريو في الجنة الجنة فرأيت وحان أركي أكثر أهلها ذلك أغبى للجنة كجرة الفقراء أبي أهين الفقراء فرأيت وحان أغالي أكثر أهلها إن يهين الفقراء مركوا لما مفعول بل سوارة فقراء يا أبضنا وحا جنة كجرة وطلعت وحان في ريسيد وكلون قران سدي في النار النار دكتون إيغي فرأيت أكثر أهلها ذلك أغبى للجنة كجرة وحان أركى النساء دمرك إن يهين جنان الدمر باوغو بدن نارنا الدمر باوغو بدن تا اوغادا ددك جنده كو جيرا اي دخ جوغا دمر كا اوغو بدن دمر كي مسلمات كي جنده غلاي يو حور لعينت اسكو در نيول بو خا كو سوغاغايو 7 اي 2 غب دود جنده مركا ياو بدن ددك دغن دمر باوغو بدن عندها العلم نارنا ها أيها أوبدان أدون كان أيها أوبدان دمر لعنتي لمن نولان كرو أمد والبأمد يكاد دمر بدان طيب يكفي عن تاي حلوقي هاي هو إينا تستوسين لهجاتيون كد ذلك لي يان لرد بسنين وقيمة بدانيه لعنتي لمن نولان كرو هل كان يتكفر دان واحد لبك رير كي عرورت وحوران هاي وآيها هذا إنو هجاجان أمد أوقي من ضمن النقاينا تاسمر كواسدا متفق عليه من رواية ابن عباس حديث ابن عباس بخاري مسلم وأسلوى ذاكان ورواه البخاري أيضا بخاري باوري في صحيح من رواية عمران بن حسين عمران بن حسين البخاري باقون وقورشة حديث أبي هريرة معناه كاجرة إذن هرام بن صوم رأي النبي صلى الله عليه وسلم حول الضمر وحين أرتو أقوب بدنيه بكفرهن إحسانك رقو ذي أهلك وذا مشيقا ويلعنت بدنيه خلط كوذا فربدا مصر النقضان صادرت يد وحالي دمر وحنا ما إلوبان وحنا معافيان هوين يد وحنا معافيسه وحنا ما إلوبه صدن سنة سادس كوفي عانتين وهذا الأروس كهيدان هبين أكو خلطنطي ملبو أكو قرنيا أيضا اللي حدن جيرا مالا كانت نبوها هاشان ويشيك كيمي إلوبيس كمبيوتر كيد وحبو سيف قريان موييني وحمطر التراب سيسوبا دمر وحنا ما إلوبان وحنا معافيه وانك عافيه ضيق جراده بريبا درس كو دحايسان وي سو علم هوش سنه كيشن ما ان كحل مريم مايا هورت محو سميس سادات الفقاد وحيد هذان دمر مهركود عفس ما قلبا احمد بايدي هوين ايضا اسكو في عند حتى ضيق امريكا وان عافيه وحبا كما جرب ما عف اسمه دمر مهركود هذي مهر عافينيسو هويني ديب با كو كلفي با احمد يدي أبسي يعليس آثارتين بيعفي ذي مويدة أيضو كان شلدان أن ميلا كبقيني مهر مبعفيان بأ انتا سيوماها وير الدمر كي حقيقة تنبان كهالينا إذن مركا حقودو بكولا بلان مركا يصو نقشن ويرتاي مركا إماها إن قونا إيغا لغو حميي أيبو أيغو بأس أقي بانك كالادي الله فينا جنة وإنو قبضيه أدونكم وأن يغبى ذي النار تنوبتين أضيب بني وحتر يسوي لكن نول بدن بقي ساد دقيقة نول بتي ساد دقيقة الله يسأل على الدمر كان هلا وانيو إلهي الدمر كان يوصل بيد يد يرقب إن شاء الله وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وحجر قمت على باب الجنة جنة الباب كذا استاغي برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه صمر ليلة الإسراء والمعراج إن أي هيدو إن أي منام أها لبضع بوضع كرتاه لكن يوم الكسوف ماها يوم الكسوف يدو يكدو حديث كان وكدو وين أي
قمت على باب الجنة جنة الباب كذا النبي جوك سدون استقبل فكان عامة من دخلها عامة من دخلها أي أكثر من دخلها ضدك قالوا وحا أغو بضنا المساكي ضدك قالوا بضن قد وحي آهين المساكي فقراء مساكين تا جنة أغو بضن قليل ديد أنك سوى مرة هذه فقيرك وح بضن لو حساب ما لها أنك سوى مرة حديث ما كان مرة إني عشر كي صدني السقالات بصرة أيا ضبك كعيها بينهم حسن البصري بعد ضبك الله شيء أنتو أرض بول كيسي قالوا تا مصحف كقاط أيو بنان كسك عار ومد واحد قنتي واحد بالبلاز كي يراضي حسن البصري قال محاكاة قبت هم أنا محاكاة يا الله بري مصحف مصحف الله عرري كتاب بقى كتاب كان أنت كش بعصدي بقى مركب بحور السيدة السوكيين النقوم بالآخرنا نول بعدون كسكفوا ذي آخره بتبلا وسبع عن أصعده سيدا سوي نينك أدونك أصليانا أصلي أقدر أنت نبي وحول وحيدن كهر رئيس تشير تشير متقنن دل عدا تشير وحيدن كهر رئيس أوسن مري كرين روح علوس إهرارة يهيرية النبي إسكف ضيبور عقبة كأود تشير علوس أذك أو نن أنفضين وسنكب حكارين بعدين كهر رئيس إسكفوا ضي الرضا يا عريسك يا دمبك يا حلكة يا مسؤولية وأصحاب الجد قوله أغنية أهانا محبوسون ويحنميه جنة الباب كذا استاغي وحاب كتره كد ما شاذها يا كب يرقها يا فقراء يا مساكين قوله أنت لياش أنا بناك وكرا حساب وقص عتاب والهرايا بيا ما يسنك بنين وأصحاب الجد أي وأصحاب الحظ والغنى تذكر دافتا يتناتك يهضن تنمتك لهانا محبوسون والي حنم حسابي أتاقي غيرها سيشي أن أصحاب النار أهل النار قد أمر بهم محال فري إلى النار نارت إلا قيه تذكر واصدح فقراء المسلمين والمساكين جنادة بسيقلين أغنية المسلمين تواله هرى حسابي أتاقي قال ذي نار باب اللي قيه صدح له واحد بوي غير هذا شأن أصحاب النار أصحاب النار هنا والكفار قال ذو حديث بعد دي وإذا الكفار قد أمر بهم إلى النار رواية ابن حبان باسدة وعد دي حديث مكورني وإذا الكفار قد أمر بهم إلى النار متفق عليه وحال سعد الزيادة وقمت على باب النار بخاري إن يا ربك تجي إمامك عقوق يا مجران هاي هذا ما دام هو ربعين الزهد جا يفقر جا يدبك الدنيا ديفتيسي وأنا جس آخر أوت المام يأنت شيخ سوقاتي أحدك وحال سعتي وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء الباب كي النار تن استاغي وحأبدنا ضد قاله دمر بأبدنا متفق عليه والجد وحوي الحظ والغنى الحظ ديفته يا والغنى هذا تنمتك جد قال لي هذا وقد سبق بيان هذا الحديث حديث كان شرح سنة حكسور مري في باب فضل الضعفة ذلك تأخذ فضل قضية قيمة هذا حديث باب كان الكسور شرحي يعني كسور مري وباب كي صدن يلابات باب كي صدن يلابات حديث كان حين كسور مري عشر كي صدن يسقالات عشر كي صدن يسقالات حديث كي أقدم بيوي ودي بعض أقول نغم كرتا إذن الدنيا اللي سكفوا ضي وكفي عن تاي سيد الضبع أو سكفوا ضي سو ساسين السلف كود ذلك شريد إلى الله قشي غي وذات كل أورنجر محمد خفيف الشيرازي المحدث الفقيه الزاهد العابد الصوفي وعلماء القرن قيس الدحادها يحول أفرطا صنو ولقي زكاة الفطر يقوم واجب بوري أفرطا صنو زكاة المال سكدة أري يلو يجيل يلعب توجي وزكاة الفطر دقر الصور زكاة سمت قانون لبحيو رمضان كذب سوسك الرشين كان روح محله لبحيا لبكيلي الربع لبكيلي التمن لبكيلي بربا وقوب ضو حد بحسان حورني قوانين إمامة عالمة فقيه الزاهد عابد صوفي محدث لا يقانوي كتبه وين قري محمد خفيف بالي هذا الشيرازي إذا وحول أفرت صنو ولقي زكاة زكاة الفطر ما بحنبر لأنها لم تجب هيا لي
انتو طبق كشف تمو انت قلوب بحين هيا وهلي جري وهلي جري ونن اسكاد قنبوها لكن كان زاهدا في الدنيا ارورتا عيدا حالا وحو كرصدي وحو قصو ريب وكعد قلا محوب عيابا انت شرس وقشن واقبيه بالوكالتك افرطن سنة زكاة مواجبين بولي افرطن سنة انك زكاة فتكو واجبين يا اديقا وهذه يقول انت درجتو علاش قد برتو دع قرن تأنا إيه كوك إسكت قد تشين هي يوحارب تناس كم يلقى شنب الدنيا إسا مسعون إسا مسعون إسا إسكيل علي محمد بن يحيى معون أحمد بن يحيى سو عيدي أنا ولقي الزكاة مالي قوم واجب من بول ملأت يدي من الدنيا مرارا فما طمع العوادل في اقتصادي ولا وجبت علي الزكاة مالي وهل تجب الزكاة على جواد بوري إن مر بضنبا الدنيا قعنت كبوحي بوري ويسوق شيء عركواها عيد عمرية قليها بحنها بحن أكاد وحريبي لها وهري يقود داليم ويقسم رين فما طمع العوادل في اقتصاد إن أن ترتيب ما أمره إن الريبطه إن أن بحيه وهرى لقسم رين بوري ما قعنت يسوق شو ويتقارن ماشي آذي ويلا صعوتا ولا وجبت علي زكاة مال امرؤ ولي زكاة مواجبا مال أنت أن لا زكاة مواجبا أم حاجرة وهل تجب الزكاة على جوادي بوري هرت الزكاة مكو واجب تانين ديخسي أز ويدين دي نبي محمد والزكاة مال كو واجب تولي مغشين ولي نبي محمد عليه الصلاة والسلام إلى يحول وجدك عائلا فأغنى نبي يقول في أول حياتي كان فقيرا أما في آخر حياتي وحوها أغنى الناس أغنى الناس أيها لكن لم تجب عليه زكاة مال النبي محمد ولقي أرقوا لي النبي ولقي زكاة كواب بحنين لو لي هنا ولقي زكاة كواب بحنين قيلوا لي ولقي زكاة كواب بحنين لعقوا لي ولقي زكاة كواب بحنين وحاذا يستطاع وحكبنا بني هلي جري وهل تجب الزكاة على جوادي ولا وجبت عليه ملأت من الدنيا أحمد بن يحيى النحوي الزاهد بأسكاله ملأت من الدنيا ملأت يدي من الدنيا مرارا فما طمع العوادل في اقتصادي ولا وجبت علي الزكاة مالي وهل تجب الزكاة على جوادي ومركز ارتاد إن الآخرة وحق يزيته لكن هذا وحي رايد بحيث كده بتجي يسوي هدو وتقول رفادي أو قوب قرير يقاس يسترس قوك عراي إسكهايس إسكهايس أما هدو وتقول فانتمي أو سمعة وأدال وديجي أقول رفادي سي إخلاص وحبحي آخر ديار كرو وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم قال وحول السحابي عفوا قال النبي وحول عليه الصلاة والسلام أصدق كلمة ورد مد أرنسن قالها شاعر قبيا أوجد هذا كلمة اللبيد وواد اللبيد من ربيعة الصحابي الجليل بقول أفرطني لحسن وقد انتي شعراء الجاهلية إسلام كنت قبي تري ولبا أفمالك عين مصيرة وها من شعراء العرب فحوش ذو ولبا قرد عربية بها حق قبيا وأقدم مركو إسلام إسلام كسوى ناكسن هذه قبيا ودن واتوتي نوقف مكة اللي هذا وحورنجري انت الهي بقري آل عمران إبراهي قبل وكعها قناعي هل بيت بالله الشيقة انتو اسلام انو تري هل بيت كلية وين بيت كما مجري الآن وديدي تري عمر ما مال ايو حلو خليفك لبيت من ربيع ومن قبل بلان بلا هيدي بل قبل هذه في الجاهلية او في الاسلام وحي قتاب عمر يقدها بول الهي انت بقري آل عمران إبراهي قبل وانس قدها يوهران طفاي وحور مشاركة اللو كرديو شن بقول الدرهم بقول انجل عديس شن بقول بقول دري عورة وقبل نما مرة دو قبي قلت شو يقرأ بقرة الله يقول بدل القرآن كمان يسلم حاجة بيا طوال دقي عورة هاي توصل إذا دون وناك إسلامي ما وناك مشارك بقول وقاعد انجل نقصوا عنك قبي قلت معها ألا كل شيء ألا وأدت استفتح لك على قف الرتاح كل شيء شيء كسو ما خلا الله إلى وحن كأهين شيء كسو الله كأهين باطل وبلاش نبي عليه الصلاة والسلام انت اصو مخراتك الشذي بيتك اول كيسو مخراتك الشذي قيبت دمره وكتغي وما علمناه شيء وما ينبغي له
وكل نعيم لا محالة زائله. نبي محيو قتقي قبل النبي سميس فرعون وموسى قرنه ولا إلى هذا يمه هي انت معنا خلدن با كجيرو النبي وقتنا ولا شيغا هو محي شيء والبون الله كم مرنيها اما الهي ان اهين وباطل او وافان واتغايا وكل نعيم نعمه كستنه لا محاله الزائل ويزوليسا هذه سيده الله اذا كليتها الا اطلاقه وحسوه زين نعمه اخريه جنده ما نزوش مده ايدها حال ورنك الصحابي وحكى الله هنا تشيد نعمة الدنيا آخر لقمها اللي وأنا صح هذه النبي يقول إنه وجدت جي قبى أنت أم كحصوص طيبة يا صحة يا صحة ما خلال معي ويداني محي صح النقطة والنبي يقول وأصدق كلمة كلمة أرنصن أو حقصن قرآن كي وافصن طاي كل من عليها فان كل شيء هالك إلا وجهه. إذن موافقات اللبيد لكتاب الله بالي لبيد لعمر للقران الا كل شيء شيء كستو ما خلى الله الله ان كاين الله هذه لا شيء الله صفات كيس با لا سوده وحي حقي سكيمت با لا سوده ذاته هذه لا شيء صفات كذا متعلقات كذا راعي باطل اي فان وبلاش فاذا ملها الدنيا ملعونه ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلم حالة ثم رئيسي متفق عليه. حديث كوحى الله سبحانه قيبه وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم من ويقول سدي أن نصر نبي النقضه ومرك إله النبي محمد دور طيحنا قي يا الأورنجر أمية بن صلت الأورنجر هذا قرب النقاش يعني إذا الدنيا سيدة ويتقي ساي يا لسكول لقيني هلقى سايقاته يا حقي سنة وحالة دكتور والله سبحانه وتعالى أعلم.